في صدى ذكراك بقزر حياتي. ومرحبتين بشاعر الوطن علي الخوار، حياك الله. مرحبا. شوف تكتب علي الخوار. أتمنى أن أعيش كل الفن في بيت الفن. كيف تصنع الأحلام في هذه الكلمات وتسعد الناس؟ الشعر بالنسبة لي مثل حلم. يعني هل أنت تتعمد تبسطه عشان تنتشر؟ يقول لك اللي يطلع من القلب يوصل القلب. أبا أسمعها وبأعرف شو تفاصيل هالقصيدة. وجيت أكتب على سطح الجليد أجمل عباراتي، وواسي حرفي المنهار، إضافة للأغنية الإماراتية. أنا أتمنى، أنا ما أقصد أن يكون سهل ممتنع، لكن أتمنى أن يكون سهل ممتنع. بيت الشهرة، بيت الشهرة، بيت الأمنيات، بيت الأمنيات، بيت الأمنيات. أهلا وسهلا فيك ببيت الشهرة الشاعر علي الخوار. يا مرحبا وسهلا، نورتني. طبعا غنى لك كثير من النجوم معروفين بالوطن العربي، كلماتك وصلت للناس؟ الشاعر هو لسان الشعب، أنا أيضا وصلت لي قصايد من خلال الإلقاء، لكن الأغنية وصلها أسرع، وصلها أكبر. علي الخوار دائما وأبدا هو مكتشف النجوم من خلال كلماته، وأنا دائما أقول أول من قدمني للجمهور هو الفنان ميحة حمد، لكن في قصايد كثيرة مثلتني، كتبوا عن الجندي وكتبوا ممكن عن الأسر. نعم. لكن حضرتك الوحيد اللي كتبت عن الأمل بعد الشهادة. الشهادة شيء كبير، وكل إنسان يتمنى أن يموت شهيد. السلام عليكم. شاعر الوطن، مين الفنان اللي حابب تكتب له بعد ما كتبت له، اللي تتمنى تكتب له؟ أبو بكر سالم. ليش؟ تمسك بالجذور، تمسك بالوطن، تمسك كل شيء. أنا من الرمل. حلو. وإلى الرمل. كرمال فلوس؟ يقول ألا يا شمسنا الحمراء. حلو. تخلي عن طقوس الصيف. إحساس صح، لكن في إحساس وفي حرفة. فارس الأغنية الإماراتية. والحمد لله قصايدنا كلها حلال. لك مع السلامة. الله يسلمك. تفضل. مشكور. شكرا لشاعر الوطن وفارس الأغنية الإماراتية علي الخوار. الله يسلمك. شكرا لك. بالفعل حسيت بالفن في بيت الفن.